ما اقدر اعلنه، لانه اولا لسلامه التحقيق، وثانيا لسلامه الشخصيه، ربما يعني اتعرض لكثير من الامور التي قد تهدد حياتي وحياه عائلتي. فاذا سمحت لي راح اتحدث بالعموميات وهي مفهومه، يعني ما يحتاج لها الغوص بالعمق. نعم تفضل. اليوم كمحققين دائما نبحث في قاعدتان اساسيتان: من له مصلحه في اي فعل اجرامي، ومن لديه القدره على التنفيذ. فأنا تحدثت عن جهتان لديها مصلحة ولديها قدرة على التنفيذ، وأيضا هنالك فريق تحقيقي، وإضافة مع الفريق التحقيقي هنالك فريق لتحصيل الحقائق عن طريق كاميرات المراقبة. الذي لا يعلمه البعض أن كاميرات المراقبة موجودة في كل جزء صغير في بغداد، فبالتالي بإمكان أن توصل إلى الفاعلين بسهولة تامة، ونتبع خيوط كاميرات المراقبة. لأنه إذا استثنينا كاميرات المراقبة التابعة لمحافظة بغداد، فهنالك في كل محل تجاري كاميرات، وفي كل بيت تقريبا، يعني أغلب بيوت العراقيين أصبحت بها كاميرات. فبالتالي ممكن أن نشبك كاميرات محافظة بغداد وكاميرات المحلات التجارية وكاميرات الأزقة والشوارع والكاميرات التجارية، وبإمكان من خلال التشبيك بين هذا وهذا ممكن أن نتوصل إلى من قام بهذا الفعل وبسهولة تامة. ولدينا فريق أنا أعرف جزء من عندهم، هم مختصون بهكذا مجال، وكشفوا الكثير من العمليات الإجرامية من خلال هكذا عمل. فأعتقد الجريمة ستكشف مع وجود إصرار حكومي. أنا اليوم لاحظت أن هنالك إصرار كبير من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وإصرار كبير وإشراف مباشر من قبل معالي وزير الداخلية العراقية، وكذلك موضوع حكومي اليوم، وهنالك توجيهات حكومية من السيد دولة رئيس الوزراء، وكذلك اليوم الأمن الوطني العراقي بدأ يتحرك ويحاول عن طريق مصادر جمع المعلومات. نعم. كذلك هي المهمة من مهمة جهاز المخابرات، على اعتبار الأجانب هم مسؤولية جهاز المخابرات الوطني العراقي، وكذلك لديه دور، وانتشرت سيطرات في بغداد ويتابعون بعض الخيوط التي زودوا بها عن بعض المعلومات عن الذين قاموا بهذا الفعل.